السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم أخوكم عبد الله العراقي. اليوم جايبلكم فيديو جديد عن لعبة ديد باي داي لايت. لعبة ديد باي داي لايت طبعا من أشهر الألعاب اللي على البي سي والهواتف الذكية. طبعا هاي اللعبة أشوفها الثالثة اللي تشبه اللعبة اللي على البي سي. أما بالنسبة لأيدينتي فباللغة الصينية، فما أعتقد يعني الناس راح تحبها لأن هي اللعبة مضبوطة. نبدأ اللعبة. هنا عندك بلاي از كيلر وبلاي از سيرفايفور، يعني ناجون. نلعب الكيلر احسن. اوكي، الكيلر مختفي. وين الكيلر؟ نختار غيره. نا كومينج سون كومينج سون كومينج سون. ماكو، ما يطلع. فاندينج ماتش جاي، يعني يبحث عن مباريات. طبعا اللعبة ما بيها سيرفرات، يعني مثل اسم السيرفر وش كذا هاي السوالف، لا ما بيها. قبل يضغطك على الماتش. اوكي، جاي يطلع لنا هنا الكيلر، طلع لنا والشخصيات الضحايا. هنا عندك يعني تقريبا 4 شخصيات والكيلر كيلر واحد اكو، والباقي كله كومنكسون. اوكي، لودينج. يعني الجرافيكس يعني مو زين ولا جيد تقريبا. اوكي، ما اقدر اركض. هذا منو الحلو؟ حلو، طيحت. ذاك واحد جاي يصلح هناك. اوكي، لاق لاق. هذول 2 شعدهن. طقيت لي واحد، راح اتشنقله. اوكي، انحصر. وين تروح؟ وين راح؟ عجيب، وين راح ناخذه؟ حلو، طيحته بسبب النت. شنو سالفتكم؟ والله بيا يا بشد روح. لا ولي نت 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 مو زين. حلو، شنقلت 2. شوف لا يساعدونهم. هلو، طاح. لا لا لا، ما شردون والله. كرب يومكم، متعاونين والله. اللعبة بيها تعاون. اوكي، وين البقية؟ بقى بس 4 مكان جاي تشتغل، واحد جاي يسحب. حلو، طيح واحد اشيل واحد، طيح واحد اشيل واحد. وانت شنو ما اشوفك؟ لا يا ابني، شوف وين راح. واحد راح يموت، مات. واحد ينادي يزحف، ما اقدر اطبله. اوكي، تشنجل. خلنا نركض. واحد فصل عند النت. تعال، وين تفليت؟ روح.
اوكي شوف، انا عندك البوينت، اعطوني 100 بوينت بس ما حسبوها فويننج. حلو، فزنا بس بدون مقابل. اوكي طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.